بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لشابتر 4 راح نحكي فيه عن المجموعات الغذائية. أنا عارفة أنكم أخذتهم بالبايوكيمستري، لكن هنحكي عليهم بطريقة تانية لها علاقة بالتغذية. طبعا الشابتر هذا راح يتناول فيه الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. الشابتر القادم شابتر 5 راح نحكي فيه عن الفيتامينز والمينرالز. إيش هي النيوتريانس؟ النيوتريانس طبعا إحنا عارفين إنها هي عبارة عن مواد كيميائية موجودة في طعامنا. هذه المواد الكيميائية بنتناولها عشان النشاطات الميتابوليك اكتيفيتيز والكيميكال سبستانسز اللي بنحصل عليها لجسمنا عشان تزودنا بالطاقة. طبعا غير انها تزودنا بالطاقة كعنصر اساسي، كمان في عنا مغذيات راح تعمل كستركشرال ماتيريالز، يعني راح تكون بعملية البناء وتكوين الانسجة، بالإضافة إلى أنه راح يكون لها دور في تنظيم العمليات الحيوية الموجودة في أجسامنا، في تنظيم بناء الأنسجة في والحفاظ عليها، في تنظيم النمو والمحافظة على هذه الأنسجة. عشان هيك دائما لازم في عبارة لازم نكون حاطينها في عين الاعتبار، أنه التغذية الجيدة راح تمنع من الإصابة بالأمراض، راح تحفز النمو الصحي وتكون صحتنا سليمة مستقبلا. الاسينشال نيوتريانس، طبعا الاسينشال نيوتريانس هي المغذيات اللي احنا ما بنقدر نستغنى عنها ولازم ناخذها بكميات كافيه، اي نقص فيها راح ياثر انه يصيبنا بامراض. اهم او البيزك نيوتريانس الموجوده اللي احنا بنعرفها الووتر، الكربوهيدرات، الفاس، البروتين والفيتامينز والمينرالز، عاده موجودين في معظم الاطعمه الموجوده بين ايدينا. المينرالز والفيتامينز اكثر في المأكولات الخضراء وبعض الفواكه والخضروات. طبعا النيوتريانس احنا بنعرف انهم مجموعتين، ماكرو نيوتريانس ومايكرو نيوتريانس. الماكرو نيوتريانس كربوهيدرات، بروتينات، دهون، والميه طبعا هذول بنحتاجهم بكميات كبيره، بينما المايكرو نيوتريانس هي اللي بتكون موجوده بكميات قليله او بنحتاجها بكميات قليله زي الفيتامينز والمينرالز، لكن نقصها راح يسبب مشاكل رغم انها كميه قليله. الكالوريز، الكالوريز هي السعرات الحراريه، يعني احنا قديش بينتج طاقه من تناولنا لهذا الطعام، خاصه المأكولات اللي بنسميها انرجي يلدينج فودز او نيوتريانس، الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، هدول اساسا بناكلهم كمصدر للطاقه. فعنا الطاقة اللي بتنتج بنسميها كالوريز، يعني تحويل الطاقة اللي بتنتج منهم لحرارة. الفود انرجي از ميجرد ان كيلو كالوريز، طبعا عادة بنستخدم احنا بنحكي سعرات حرارية، سعرات حرارية هو كوحدة بنستخدم الكيلو كالوريز، عادة كل واحد كالوري بيساوي 1000 كيلو كالوريز، سوري كل واحد كيلو كالوري بيعطي 1000 كالوريز. لكن هتلاقوا انه مصطلح كالوريز كالوريز كالوريز، يعني هكذا 1 كيلوغرام او 1 جرام بيعطي 1000 كالوريز او سوري 250 كالوريز. المقصود اني انا لما احكي هيك ككتابة كحكي انه يعني سعرات حراريه، المقصود الكيلو كالوري، لكن احنا كلفظ بنحكيها كالوريز، مش هقعد احكي يعطي واحد. يعني مثلا ما بدي احكي لشخص انه والله الوجبة اللي انت بتاكلها هذه بتطلع لك 450 كالوريز، مش معناها انه كالوريز اللي هي الاقل من الالف من الكيلو كالوريز، لا، المقصود فيها انها بتعطيك كيلو كالوري، كيلو كالوري. عشان هيك بتلاقوا طبعا الترم اللي احنا بنستخدمه الشائع هو الكالوري، لكن المقصود فيه هو الكيلو كالوري. لكن كعلميا بدكم تعرفوا انه 1 كيلو كالوري بيعطينا 1000 كالوريز، لكن احنا بنقصد لما بنحكي حكي عام او بنحكي مع اي شخص او بدنا نعرف قديش سعرات حراريه في الطعام نحكي كالوريز بس من باب التسهيل في اللفظ، لكن هو المقصود فيها كيلو كالوري. نيجي لاول مجموعه وهي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات طبعا احنا عارفين ايش هي الكربوهيدرات، اللي هي السكريات والنشويات، بتنقسم لثلاث مجموعات كمراجعة سريعة فقط: مونوسكرايدز ودايسكرايدز وبوليسكرايدز. احنا عارفين المونوسكرايد يعني واحد شوغر، بينما الدايسكرايدز تو شوغرز من المونوسكرايدز،
والبوليسكارايد سلسلة من السكريات الأخرية. الكربوهيدرات طبعا احنا بنعرف انها هي المصدر الاساسي للطاقة في الجسم، وهي ضرورية جدا جدا ناس احنا عشان دائما باي نظام غذائي احنا ما بنقطع الكربوهيدرات نهائيا، ولكن بننظم قد جسمنا بياخذ، لانه كل الخلايا بتحتاج الانرجي والمصدر الاساسي للانرجي هي الكربوهيدرات. في عنا 6 سكريات اساسية بتتصنف ل 3 مونوسكرايدز و 3 دايسكرايدز. المونوسكرايدز الجلوكوز الفركتوز والجلاكتوز، بينما الدايسكرايدز اللي هم السكروز واللاكتوز والمالتوز. طبعا الدايسكرايدز زي ما حكينا هي تو او بيرز من المونوسكرايدز، يعني هتلاحظوا انه لو نرجع شوية لذاكرتنا انه الدايسكرايدز الثلاثة اللي احنا حكيناهم السكروز واللاكتوز والمالتوز هتلاقوا من ضمن مكوناتهم بشكل اساسي وهو الجلوكوز، يعني هتلاقوا الجلوكوز مرتبط مع اشي تاني فيها. البوليسكرايدز عبارة عن سلسلة من المونوسكرايدز زي الجلايكوجين الستارش والفايبرز. تعتبر الجلايكوجين الستارش والفايبرز هي سكريات متعددة او عديدة التسكر او كربوهيدرات عديدة التسكر، يعني سلاسل من الشوغرز. الجلايكوجين والستارش كلهم اشكال تخزين للجلوكوز، يعني هتلاقوا الجلوكوز مكون اساسي فيهم هو الاساس. فعنا الجلايكوجين هو بنسميه النشا النباتي موجود في أجسام الكائنات الحيوانية الحيوانات، بينما الستارش بيكون موجود في النباتات، والتنين مصدر للطاقة for human use. الفايبرز طبعا يحتوي على سلسلة من الجلوكوز ولكن مع مجموعة من المونوسكرايز، لكن الروابط الموجودة في الفايبرز أجسامنا غير قادرة على تهضم، يعني الإنزيمات الموجودة في أجسامنا digestive enzymes ما بتقدرش تهضم الروابط وتكسر الروابط الموجودة في الفايبرز، عشان هيك الفايبرز عادة أو هو بشكل عام متعارف عليه ما بينهضمش، لكن الحيوانات بيقدروا. طبعا هذه معلومة أنه بحكي لنا أنه 120 جرام من الجلوكوز في اليوم، يعني إحنا أكلنا وجبة كربوهيدرات كسرت أعطتنا جلوكوز، 120 جرام من الجلوكوز في اليوم رح يعطيني 480 كالوري. لازم ترجعنا لذاكرتنا انه كل 1 جرام من الكربوهيدرات رح يعطينا 4 سعر حراري. طبعا الكربوهيدرات are the body's main source of energy and should be the major part of total daily intake. لازم ناخده بشكل اساسي في طعامنا لانه المصدر الاساسي للطعام. طبعا من ضمن المعلومات كمان اللي عن الكربوهيدرات لازم تعرفوها انه الكربوهيدرات زي ما حكينا انه في حسب وحدات السكر الموجوده انه في مون وفي داي وفي بولي، في كمان تصنيف ثاني الى سيمبل كربوهيدرات وكومبلكس كربوهيدرات. سيمبل كربوهيدرات اللي زي السكر والعسل، لكن الكومبلكس كربوهيدرات زي البقوليات الفاصوليا البطاطا كلها بنسميها نشويات معقده. الكومبلكس كربوهيدرات are preferred because these food are more nutritious yet have fewer calories per gram compared to fat and cause fewer problems with overeating than fat or sugars. يعني بيحكي لنا انه الكومبلكس كربوهيدرات تفضل انه تناولوها اكثر لانه هي اقل ضرر على الصحة، يعني بسعرات الحرارية تبعتها أقل من لو أخذنا السمبل كربوهيدرات. الكومبلكس كربوهيدرات عادة preferred over simple carbohydrates by diabetes because they allow better blood glucose control. الكومبلكس كربوهيدرات يفضل أنه يتم تناولها عن السمبل كربوهيدرات للديابيتيك patients لأنها تعمل على تنظيم السكر في الدم بشكل أفضل. فإحنا بنحكي تنظيم البلد جلوكوز أو أفضل للبلد جلوكوز كنترول، يعني أنا بحكي عن الجلوكوز ملاحظين أن الجلوكوز بشكل أساسي، فالجلوكوز هو من خصائصه هو سكر الدم. نيجي ل
طبعاً هلا بحكي لنا اسم بالكربوهيدرات تتصنف لمونوساكاريدز وسكرايدز. المونوساكاريدز اللي حكينا عنهم اللي هم الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز رح شوي نتعرف عليهم. عندنا الجلوكوز هو مشهور عادة بأنه سكر الدم، فهو بشكل أساسي والميجر فورم للسكريات أو الكربوهيدرات الموجودة في الدم. فأي كربوهيدرات إحنا بنتناوله بيتحول مباشرة لجلوكوز في الدم بمستوى معين. زاد كمية الكربوهيدرات هي لها طرق كثيرة وحكينا عنها مسبقا. الفركتوز هو سكر الفاكهة موجود في العسل، لأنه طبعا العسل عادة بيستخلصوه من النباتات. في عنا and it's the sweetest of all monosaccharides، يعتبر الهوني أكثر أنواع السكريات أكثر حلاوة، وبيستخدموه في العصائر والمنتجات. الجلاكتوز comes mainly from breakdown of the milk sugar، لا يعني سكر الحليب اللاكتوز عندما يتم تكسيره يتحول إلى جلاكتوز وجلوكوز، بتكسر جلاكتوز وجلاكتوز. بعد هيك وهنا بيحكي لنا إنه هو يعتبر the least sweet of all monosaccharide. الجلاكتوز سكر، هو سكر في حلا، لكن حالته جاية يعني أنتوا جربوا تاخذوا معلقة من الحليب ذوبوها شوية مية وتحسوا إنه في إشي حلو. هو صح لأنه بحب الإشي حلو ومش هيحس في الحلا كتير، لكن مش زي لما تشرب المية لحالها أو إنك تشرب الشاي بدون سكر، بتحس الشاي بدون سكر فيش له طعم حلا، لكن مقارنة إنك تشرب حليب بدون سكر هتحس إنه في ذرة حلا ممكن تخليك تتجرع. أنا بحكي لنا إنه لو أخذنا معلقة شاي تقريبا من العسل، معلقة واحدة تقريبا راح تعطينا أكثر سعرات حرارية من التيبل شوجر، السكر العادي. وبحكي لنا إنه العسل، معلقة الشاي بتاعت العسل راح تعطينا 23 سعر حراري، لكن التيبل شوجر السكر اللي إحنا بنتعامل معه في البيوت أو التيبل شوجر السكروز 16 سعر حراري. الهوني اللي هو العسل بتم جمعه من النباتات، بيحتوي على كميات بسيطة من الانتي اوكسيدانس. احنا عارفين ايش هي الانتي اوكسيدانس، هي عبارة عن مواد تمنع التيومر. Functions of carbohydrates، أهم وظيفة للكربوهيدرات تعتبر مصدر أساسي للطاقة في الأنسجة كلها بشكل عام، زي البرين، الRBCs، nervous tissues، lungs. موجود الكربوهيدرات تعتبر مصدر أساسي لها. كمان تعتبر كمصدر الطاقة، نحن بنعطي كل واحد جرام من الكربوهيدرات بزود من 4 سعر حراري. الجلوكوز هو الأساسي للطاقة في الجسم. سبير بعد البروتين طبعا بيحكي لنا إنه الكربوهيدرات، لو dietary carbohydrates spares body protein stores from being partially converted into glucose and allows protein to be used for growth and repair of body tissues. هنا لو احنا مثلا اخذنا كربوهيدرات بشكل كبير، if enough supply، يعني انا وجبة الطعام اللي احنا بناكلها ما بتكونش محتوية على كربوهيدرات بشكل كبير، فعندنا البروتينات رح تتحول لا تتكسر لجلوكوز، وهذا الاشي رح يسمح إنه البروتين يدخل في عملية الجروث والريبيرينج للأنسجة. help prevent ketosis، عندنا إذا كان مستوى السكر في الدم مناسب هذا الإشي رح يمنع تكوين الكيتون بودز، فعشان هيك لازم يكون في توازن في الانرجي نيوترينس اللي إحنا بناخدها عشان نمنع تكوين الكيتون بودز. والأشخاص اللي أكثر إشي بيعانوا من الكيتوسيس والأشخاص اللي ممكن يكون فيهم دايابيتس، أيضا الأشخاص اللي
بيتناولوا فات وبروتينات بشكل كبير بالإضافة أو عندهم الفات كثيرة في مخازنها بتكسر فرح تكون كيتون بوديز. الأشخاص اللي عندهم تجمعات دهنية كثيرة هدول الأشخاص طبيعي جداً أنه يكون في عندهم تكوين كيتوسيس، وبالتالي هدول الأشخاص بتكون وجبة الكربوهيدرات لهم قليلة، فش عندهم كربوهيدرات انتاك كتير راح يرجعوا للفات والبروتين، راح يتكون عندنا كيتونز، عشان نسميها حالات الكيتوسيس. عشان نقلل من تكوين الكيتون بادز هذه أو حالة الكيتوسيس لازم يصير تناول الكربوهيدرات بشكل مناسب. فبيحكي لنا أقل شيء من الكربوهيدرات لازم يصير تناول 50 لـ 100 جرام من الكربوهيدرات في اليوم، عادة كافي إنه يمنع من تكون الكيتونز. Enhanced Learning and Memory، طبعاً إحنا بنحكي عن الدماغ في هذه الحالة، والدماغ عشان يشتغل منيح ومنيح ترعرع في التفكير، فلازم إنه يتم تغذيته بشكل منيح، لازم يأخذ سكر بشكل مناسب لأنه الجلوكوز يشتغل هو غذاء الدماغ. كيبونس about carbohydrate energy metabolism، بدنا نعرف انه الكربوهيدرات لازم تكون منوعة في وجباتنا، يعني ما ركزش على نوع واحد من الكربوهيدرات، يعني لازم نوزع ما بين ميلك فايبرز ستارش عصائر فروتس، يعني لازم يكون الكربوهيدرات من كافة أشكالها في وجباتنا. طبعا الدايسكرين سهل إنه يصير له هضم وتكسير في الطعام في الجسم، أسفة at first will attract starch and fibers the two polysaccharides during digestion. في عنا حكينا two disaccharides اللاكتوز والسكروز simple form، وبالتالي عملية الدايجيشن والأبسوربشن لهم سهلة، بينما البوليساكريدز starch والفايبرز هيكون في شوية من التعقيد في تكسيرهم. في بداية بتكون تعرفوا انه ديجيشن للكربوهيدرات بيبدا في الفم بحيث انه بيتم تكسير السكريات، اذا كانت الدايسكرايد بتتكسر لمونوسكرايد، بينما اذا كانت بوليسكرايد رح تتكسر لدايسكرايد، فبصير عمليه الهضم للكربوهيدرات اولا في الفم بواسطه السلايفري جلاندز. السلايفري جلاندز بتفرز السلايفا، السلايفا هي اللي بتعمل على الهضم، بتساعد في عملية الهضم، والسلايفا بتحتوي على water resource وانزيمات من بينها السلايفري أمايليز اللي بيعمل على تكسير الكربوهيدرات. يعني في هذه الحالة في عنا شغلتين بتكون تعرفوها، انه digestion نوعين، في chemical وفي physical. الphysical هي عملية التكسير بالأعضاء، يعني ما فيش تدخل أي تدخل كيميائي أو تكسير روابط، بينما الكيميكال يعني صار تكسير للروابط، يعني عند السلايفري أمايليز كسر الروابط الموجودة في الكربوهيدرات. طيب طبعا عندنا بعد هيك بعد ما يدخل للماوث رح يمر عبر البلعوم والمريء ويصل للمعدة، راح يصل للمعدة. هناك عندنا الجاستريك جوس، الجاستريك جوس في المعدة اللي له دور كبير في عملية التكسير، ففي عندنا الجاستريك جوس العصارة المعوية في المعدة تفرزها المعدة، تفرزها الجاستريك جلاندز اللي بتحتوي على ووتر وانزيمات وهيدروكلوريك أسيد. هذا الأسيد الهيدروكلوريك أسيد قوي جدا، يعني حتى يعني قوي لدرجة إنه لو الواحد عمل استفراغ أو استفرغ هذا رح يأثر على بيعمل زي بسموها حرق في الإزوفاجس والمعوق، يعني كتر ما هو قوي. طبعا قوة الهيدروكلوريك أسيد هذا بتساعد، يعني الأسيد قوة الأسيد تبعته بتمنع إنه يتم
نمو للبكتيريا. يعني احنا اثناء طعامنا البكتيريا موجوده في كل مكان، فانا وانا باكل دخلت بكتيريا عبر الفم وصلت المعده، لقيت في المعده بنتهي دور البكتيريا. ليش؟ لانه السترونج اسيد هذا الموجود في المعده، الهيدروكلوريك اسيد او حمض المعده، يعمل على قتل هذه البكتيريا وبيمنع نموها. طبعا في المعده زي ما حكينا انه هنا the chemical phase of digestion of four starch stops because the acid in the stomach kills the enzymes. لقيت احنا في المعده نبدا عمليه طحن، تصير المعده كانها بلندر، تصير تعمل طحن للطعام، خلاط وشغال، خلاط وشغال. طب بعد ما تخلط الطعام بنروح للسمول انتستين، في السمول خلصنا هضم الطعام، هضم الكربوهيدرات في المعدة. راح نروح بعد هيك اللي صار سموثي اللي هو الخليط اللي خلطته المعدة، راح يروح للسمول انتستين. في السمول انتستين عندنا راح يصير افرازات من البنكرياس، البنكرياس راح تفرز انزيمات، هذه الانزيمات راح تساعد في تكسير البقايا الكربوهيدرات. يعني احنا حكينا انه في كربوهيدرات بتتكسر في الفم بواسطه الاميليز الموجود في السلايفا، لكن هان بالمعده ما صارش افراز انزيمات، مالت الانزيمات اللي كانت في المعده من الفم مع الطعام، هي بتنزل السلايفا في المعدة بيجا. بعد هيك راح يصل الأمعاء، لما يصل الأمعاء عندنا البنكرياس راح تفرز إنزيمات تكمل عملية تكسير الكربوهيدرات. هذه الإنزيمات نسميها بنكرياتيك إنزيمز اللي هي بتشمل البنكرياتيك أمايليز، إله نفس الدور اللي بيعمله السلايفري أمايليز، لكن مكان الإفراز بيختلف. هنا راح يصير كيميكال دايجيشن للستارش اللي تكسر، مش احنا حكينا انه البولي سكرايدز راح تتكسر في في الفم؟ طيب لقيت البولي سكرايدز راح تتكسر زي الستارش بتتكسر لداي سكرايدز، فعنا معتعارف انه الستارش بيتكسر لملتوز. لقيت الملتوز دايسكرايد بينفعش تصير عملية امتصاص غير لما يكتمل، لا يعني عملية دايما الهضم الهدف منها انها تكسر الوحدات كلها لأبسط مكون لها عشان يسهل الامتصاص، بعدين عشان يسهل الامتصاص يعني تدخل للدم. فإحنا لسه المركبات ما وصلتش لأبسط مكون، يعني لسه في عندي الدايسكرايد، فعندنا في الأمعاء في السمول انتستين في الأمعاء الدقيقة راح يفرز البنكرياتيك أمايليز، هذا راح يكسر الملتوز لمونوساكرايدز. لما يكسر لمونوساكرايدز خلصنا، هيك انتهت المهمة، انتهى هضم الكربوهيدرات. بعد هيك راح يصير عملية امتصاص عبر السمول انتستين بواسطة الفيلاي وإلى آخره، راح يدخل للدم. فعنا in the end of metabolism, carbohydrate eaten in excess of energy needs is converted to and stored as fat. يعني عنا بيحكينا بعد ما تنتهي عملية الميتابوليزم للكربوهيدرات اللي احنا اكلناه عشان نحصل على الطاقة، راح يتحول من الجلوكوز اللي حصلنا عليه من تكسير الكربوهيدرات يتحول لإنرجي، ما احتاجناش الإنرجي وخلصنا كل احتياجاتنا ولسه في عندي، راح يتحول لفات ويتخزن على هيئة فات. الجلوكوز الفائض ممكن يتخزن على هيئة فات، ممكن يتخزن على هيئة جلايكوجين في العضلات والكبد لحيث ما نحتاجه. الجلايكوجين stores loss about 24 to 36 hours if you are at rest or about 2 to 3 hours if you are exercising. يعني احنا حكينا في جلوكوز اللي زاد، خلصنا من الطاقة البدنية، خلصنا النشاط وزاد عندي جلوكوز في الجسم في الدم، راح يتحول لفات. ممكن كمان يتحول لمخازن لهيئة جلايكوجين في المصل والعضلات والليفر. طيب أنا في فترة راح ما باكلش كربوهيدرات، ما فيش كربوهيدرات، وبالتالي أنا جسمي محتاج طاقة. في حالة أنا كنت مرتاح، مخزن الكربوهيدرات أو مخزن الجلوكوز اللي هو الجلايكوجين راح يزودني بطاقة تساعدني من 24 ل 36 ساعة. لكن إذا تحركت من ساعتين لثلاث، يعني بعد ثلاث ساعات بدي طاقة،
بعد 36 ساعه بدي طاقه، الجلوكوجين خلص خلص، اعطاني جلوكوز اعطاني طاقه كافيه عشان انتج او اللي بدي اعمله او عشان العمليات الحيويه او الى اخره. ايش جسمي بيشتغل؟ خلصت المخازن فضيت لمده 36 ساعه وانا بالراحه، معناتها كمان بدي هالقد كربوهيدرات 2 ل 3 ساعات وانا بشتغل وعمل اكسرسايز بدي طاقه. الجلوكوز كان بي بروكن داون از ان انرجي سورس ان ذا ابسنس اوف اكسجين، يعني بيحكي لنا انه ممكن الجلوكوز يتكسر يعطيني طاقه في وجود الاكسجين، في عدم وجود الاكسجين، في عدم وجود الاكسجين ان ايروبيكالي وهذه العمليه يعني ما فيش اكسجين في الخلايا هذه زي البرين والسنترال نيرفس سيستم، بصير فيها عمليه الحصول على الطاقه في عدم وجود اكسجين ان ايروبيك. بينما الأيروبيك بصير في المناطق اللي بيصيرها الأكسجين. هذا الكلام ما بديش يعني كتير تركزوا فيه، في عدم وجود الدايتري كربوهيدرات أو في حالة إنه في عندي تايب 1 ديابيتس الجلايكوجين ستورز ار ديبليتد، يعني بتبدأ أول بأول، وبالتالي هذا راح يكون له تأثير على البرين فانكشن. الجلوكوز ممكن يتكون من البروتين وممكن نحصل عليه من الدهون، يعني مخازن الدهون ممكن بعدك في حالة نقص الكربوهيدرات تعطينا جلوكوز، كمان البروتين في حالة نقص راح يعطينا جلوكوز، راح ينتج مكونات نسميها the nitrogen compounds is excreted in the urine. بالتالي راح يأثر على العضلات. لاكتوز انتوليرانس هي حالة مرضية بينتج بنسميها احنا بالعامية اللي هي حساسية الحليب، يعني الأشخاص اللي بيشربوا الحليب اللي بتوعى على اللاكتوز هدول الأشخاص بيكون عندهم حساسية، الحساسية مش انه يصير ايه يحك مثلا عنده حكة يعني في irritation عنده على لا، الحساسية انتفاخ وعدم أريحية ودياريا أو إلى آخره، هذه الأشياء هي معنى حساسية الحليب. فهذول الأشخاص بننصحهم إنهم ما يشربوا الحليب اللي بيحتوي على اللاكتوز، لأنه عندهم اللاكتوز ما فيش له هضم، بصير لهش هضم، وبالتالي بيصير عملية امتصاص لإله وبيسبب انتفاخات والدياريا وإلى آخره. نيجي للمجموعة الثانية من العناصر الغذائية وهي البروتينات، والبروتينات كمركب كيميائي بيحتوي are the only nutrient group اللي بتحتوي على النيتروجين، يعني البروتين بين العناصر الغذائية هو الوحيد اللي بيحتوي على النيتروجين. بيتكون من sub units بنسميها amino acids، وهذه الامينو اسيدز في منها 20 نوع من الامينو اسيدز بيتم ارتباطه مع بعض ببتايد بوند وبيعطيني بروتين. البروتينات كان ميك نيو سيلز، وهي الوحيدة اللي راح تلاحظوا انه وظيفتها هي انتاج خلايا جديدة واصلاح التالف منها، يعني لو صار جرح كيف بينمو نبات الأنسجة بسبب وجود البروتين. عشان هيك الأشخاص اللي بيطلعوا من عمليات في عندهم جروح أي شيء بتلاقوهم بيحاولوا يطعموهم بروتين. تمام؟ البروتينز ار ذا بيسك ماتيريال اوف افري بودي سيلز، موجود بشكل أساسي في كل الخلايا، وهو لأنه بيدخل في تكوينها. وظائف البروتينات growth and repair body tissues regulating body process. البروتين له دور في عملية الريجوليشن، لأنه احنا حكينا الأساس إنه بيعمل growth و repairing، بعد هيك وبناء أنسجة وتكوين وإعادة إصلاح التالف، لكن كمان ممكن يدخل في الريجوليشن على هيئة هرمونات وإنزيمات. circulation of blood and nutrients، طبعا البروتين الرئيسي الموجود في الدم والألبيومين، وظيفته هو نقل العديد من المركبات الموجودة في الدم، وبالتالي بيحافظ على البلد بريشر. باك اب انرجي سورس ممكن نعتبره كمصدر للطاقة في حالة نفاذ الكربوهيدرات، يعني آخر مصدر للطاقة فينا نحكي. بيعطي كل واحد جرام من البروتين بيعطي 4 سعر حراري، انسفشن جلوكوز للنيرفس سيستم وللأنسجة، هذا راح يؤدي الى تكسير البروتينات وتحويلها الى جلوكوز وبالتالي تعطينا طاقه. طبعا كميه البروتين الموجوده في الدايت عاده بتكون 10% من الوجبه، 10% اسفه من الطعام
يعني تقريبا 55% راح يكون كربوهيدرات، 10% بروتينات، الباقي راح نكمل من العناصر الثانيه. ادلت بحكينا المينيمم اوف 8 جرام من البروتين فور افري كيلو جرام اوف بودي ويت بير داي، يعني على الاقل بده لكل كيلو جرام في جسمنا بدنا ناخذ 8 جرام من البروتينات. سيبونا من هذا الحكي نيجي لاهم النقاط المتعلقه بالبروتين ميتابوليزم ميجر دايجستيف ايفنتس في الاستومش اسينشال بريك داون للبروتين. هنا بيحكي لنا انه تكسير البروتينات بشكل اساسي بيبدأ في المعدة، لأنه الحمض اللي بتفرزه المعدة والإنزيمات اللي بتفرزها الغاستريك جلاند لها دور في عملية الهضم للبروتينات. بالتالي إذا عملية البروتين بتبدأ من المعدة بمساعدة الأسيد اللي بيعمل على تحفيز عمل الإنزيمات وبيعمل ديناتوريشن للبروتينات، بيشوهها، بتقطع الحمض بتشوه البروتينات وبتساعد على عمل الإنزيمات الموجودة في المعدة لتكسر الروابط اللي في البروتين. أهم الإنزيمات البيبسين اللي موجود في المعدة هم اللي بيساعدوا على هضم البروتينات، والأسيد بيعمل كمحفز لعمل البيبسين. طبعاً في فيزيكال دايجيشن للبروتين موجود في الماوث من خلال إن إحنا بنمضغ، يعني لما ناكل قطعة اللحمة بنمضغها، إحنا بنكسرش البروتين، إحنا بنطحن بس نضطر يعني عشان نقدر نبلعها، وعشان يعني بنخلطها باللعاب عشان نقدر نبلعها ونقدر انه احنا نوصلها للمعدة عشان يسهل عملية التشويه اللي رح يعمله الاسيد والهضم اللي رح يصير عليها. في الاستومك في عنا نوعين من الدايجيشن، في بلندرايزد يعني بتعمل كبلندر تطحن نفس الوقت اللي هو هذا بنسميه physical digestion، بينما كمان في chemical digestion بواسطة الإنزيمات يعني اللي موجودة في المعدة. نيجي بعد هيك لما يصير عملية الهضم في المعدة، رح بعد هيك خلص دور المعدة رح يتم إفرازه للسمول intestine. في السمول intestine في عندي digestive enzymes رح تفرزها البنكرياس وتخليها تكمل عملية الهضم للبروتينات في السمول intestine، وبالتالي راح تنتهي عملية هضم البروتينات في المعدة في الأمعاء. intestinal tract contain which amino acid، يعني إحنا بيتكسر البروتين للأمينو أسيدز اللي بيحتاجها للأمينو أسيد. بعد هيك راح يصير عملية امتصاص للأمينو أسيدز في الدم. أنا بيحكي لنا إنه intestinal tract بيقدرش تحدد جسمي إيش محتاج او ايش لازم اخذ من الامينو اسيد. انا باكل بروتين، البروتين بتكسر الامينو اسيد في الجسم، بصير عمليه تحويل لا الامينو اسيد من امينو اسيد لامينو اسيد ثاني عشان حسب حاجه الخلايا والانسجه. هذا باختصار الكلمتين اللي حكيتهم. انا بيحكي لنا اخر جمله اللي بتهمني انه نو ستورج للبروتينات والامينو اسيدز ان ذا بودي، يعني هذه معلومه كمان ناكد عليها انه البروتينات اللي موجوده في اجسامنا ما بتتخزنش ولا الامينو اسيدز بتتخزن، بل بالعكس بتتحول لتكوين انسجه وبتاتي بتدخل في تركيب الخلايا. هذا الكلام اللي حكينا انه بيتحول من امينو اسيد لامينو اسيد حسب حاله الخليه، هي معنى بروتين دير نورمال. نتائج تكسير البروتين او الميتابوليزم اللي بتصير للبروتين انها بتعطينا نون نيتروجينس كومباوندز زي ثاني اكسيد الكربون والميه، والنيتروجينس كومباوندز اللي هو اليوريا واليوريك اسيد والكرياتيرين واللي بنستخدمهم عشان نشخص حاله الكدني. عشان هيك بتلاقوا زياده البروتينات في الجسم بتكون نتيجه خلل في الكدني، في ديهايدريشن، في كالسيوم لوس، وبالتالي في ضعف في العظام، كمان زياده تخزين البروتينات على شكل فات. فود سورسز للبروتينات، لازم نعرف الفود سورسز للبروتينات واللي هي مصادر حيوانيه ومصادر نباتيه، اللحوم والاسماك والدواجن والبيض والحليب والجبن، هذول هم المصادر الحيوانيه، بينما المصادر النباتيه زي الفول، المكسرات، الحبوب الكامله، حبوب الذره، بذور دوار الشمس، وبذور السيسم اللي هي السمسم، والبقوليات اللي جمس.
البروتين مال نيوتريشن اللي هو سوء التغذية حول البروتين، في نوعين مشهورين معروفين بالمال نيوتريشن للبروتين واللي هم المارسماس والكواشركور. هذول الحالتين ناتجين عن مجاعات، سوء تغذية في البروتينات بياخدوش كفايات منها. فعندنا المارسماس والكواشركور بيختلفوا شوية عن بعض. فعندنا المارسماس راح تلاقي فيه الشخص عنده جفاف وويت لوس، وهذه بتصيب أكتر حاجة للتشيلدرين، يونج تشيلدرين والبيبز، الأطفال الصغار كتير من أعراضها. طبعا الستارفيشن هو موجود، يعني is a form of this disorder. السيمبتومز ويت لوس، ديهايدريشن، كرونيك دياريا، وستومك شرينكينج. يعني رح تلاقوا الأشخاص اللي بيعانوا من مرسمس عندهم فقدان كبير في الوزن، جفاف كتير، عندهم دياريا بشكل حاد، وعندهم انكمش في أو ضعف في المعدة. الكواشر كور الآن رح أرجيكم صورة لهم. الكواشر كور عادة سيفير بلوتين ديفيشنسي، رح تلاقوا هدول الأشخاص عندهم إديمة. يعني عندك الأشخاص اللي أكتر أعمارهم من الأطفال اللي أكتر أعمارهم من المرسمس، مش موجودة في البيبي أكتر، مشهورة أكتر في الأكتر، يعني الأعمار أكبر من سنتين ثلاثة. هدول الأشخاص بيكون في عندهم الدايت تبعهم مركز على كربوهيدرات بشكل رئيسي، وهذا الإشي سبب عندهم إديمة. رح تلاقوا في أعضاء عندهم انتفاخات، يعني تحبسات للمية، في عندهم swelling، fluid retention، يعني رح تلاقوا عندهم inability على النمو، وعندهم زيادة وزن. يعني هما نموهم مش سليم لكن في عندهم زيادة وزن. طبعا هنا الجدول مقارنة بسيطة ما بين التنين. عنا شايفين اللي على ايدك اليمين هذول الكوشر كور، اذا ملاحظين عندهم انتفاخات في مناطق معينه في الجسم، لكن بالمقابل المرسم تلاقي من كثر ما هم منحاف عندهم ويت لوس، راح تلاقي عندهم القفص الصدري مبين اضلاعه. نيجي للفات. الفات هو المصدر الثاني والاكبر للطاقه، والفات بيتكون من فاتي أسيدز، ارتباط فاتي أسيدز مع بعض، في مركبات مونو، في ساتوريتد، في أن ساتوريتد، في مونو أن ساتوريتد، وفي بولي أن ساتوريتد. كل هذه المعلومات مرت علينا سابقا. most triglycerides contain more than one type من الفاتي أسيدز، يعني بيحكي لنا أنه معظم التريجليسرايدز بتتنوع الفاتي أسيدز الموجودة فيها. الساتوريشن اللي هو التشبع بالروابط الهيدروجينية بالهيدروجينيشن، which makes polyunsaturated fats more saturated gives rise to trans fatty acids. الساتوريتد انه بتصير عملية تحويل polyunsaturated لساتوريتد بواسطة الهيدروجينيشن، تعريضها للاحتراق بشكل كبير. من الاسنشال نيوتريانس الاساسية من الفاتي اسيدز اللينولينيك اسيد واللينوليك اسيد. هذول التنين يعتبروا من أهم الفاتي أسيدز اللي داخلة في أطعمتنا، وهذه أفضل وبتساعد في تنظيم البلد بروشار، البلد كلوت فورميشن، والإميون ريسبونس، يعني دور في تنظيم البلد بروشار، ضغط الدم، وتكوين الجلطات في الاستجابة المناعية. الفوسفوليبيدز هاي عارفينها إحنا، هي تتكون من فاتي أسيدز، مجموعة فوسفات وغليسيرول. طبعا إلها دور كبير في تكوين السلمبرين، يعني مهمة جدا في تكوين السلمبرين، وبتساعد على عملية الإمنسيفيكيشن للعناصر الغذائية اللي يصعب امتصاصها في الماء. ممكن تدخل في تكوين وفي عنا الستيرولز اللي بتكون على شكل كوليسترول، بايل، فيتامين دي، والسكس هرمونز، كلها عبارة عن دهون، يعني عنصر دهني. فقط بقولنا only animal derived food contains significant amount من الكوليسترول. الكوليسترول موجود في الدهون الحيوانية. long term energy بتعطي كمية كبيرة من الطاقة، كل واحد جرام بيعطي 9 سعر حراري. أهم وظائفها معروفين: energy كمصدر للطاقة ومصدر كبير، muscle fuel وقود لعمل العضلات، كمان تعمل على حماية العناصر الداخلية، يعني كحائط ضد الصدمات. جنك الناس اللي سمان يعني نوعا ما بتلاقوا تكسير العظم انه اقل في شحوم تحمي. تعمل انسوليتور، يعني بتحاول انها تحافظ على درجة حرارة الجسم.
ما يتأثرش بالحرارة الخارجية. السيل ممبرين بتدخل في تكوين السيل ممبرين كميجر كومبوننت أو ميجر ماتيريال. السيل ممبرين رو ماتيريالز فاست ار كونفرتد تو اذر كومباوندز زي الهرمونات والبايل والفيتامين دي، يعني مادة خام للعديد من المكونات اللي مهمة في أجسامنا. الفات دايجيشن بيبدأ في الفم والسلايفري جلانس، في عنا تكسير. طبعا بيحكي لنا انه في الفم صعب كتير انه يصير تكسير بشكل كبير للدهون، طبعا الدهون بينتهي تكسيرها في السمول انتستين. في عنا اللايبيز اللي بيتم انتاجه في الفم بيساعد على تكسير بعض الدهون. بعدك بروح للستومك، في الستومك رح يصير عملية ميكسينج ما بين الفات والووتر والأسيد. الجاستريك لايبيز بيعمل على تحليل السمول اماونتس من الدهون. minor events are digestion of some fat by gastric lipase، يعني بالاول وبالاخير الهضم مش كتير فعال في الفم والمعده، فعنا النهايه بتكون الميجر في الامعاء، ورح نشوف كيف. the stomach enzyme work most sufficiently in the stomach strong acid، يعني الانزيمات الموجوده في المعده بتعمل فعاليه في وجود strong acid. هذه المصادر الاساسيه للدهون. طبعا وجبتنا لازم تكون تحتوي على 30% من السعرات الحرارية من الدهون، يعني ما يزيدش، يعني ماكسيمم 30% من السعرات الحرارية تكون من الدهون، 10% من البروتينات، الباقي للكربوهيدرات والخضروات والفواكه والى اخره. هذه المصادر الاساسية بدنا نكون عارفين مصادر غذائية لكل عنصر من العناصر، زي المونو انساتوريتد، الاوميجا 6 بولي انساتوريتد، والاوميجا 3 بولي انساتوريتد. اعرف الاشياء الاساسيه، يعني الاشياء المشهوره زي الافوكادو النص بتحتوي على مونو انساتوريتد، الاوميجا 6 موجوده اكثر شيء وين بدكم تعرفوا، والاوميجا 3 بدكم تعرفوا موجوده وين. الهارمفول اللي هو هذه الدهون السيئه الضاره، فاللي ساتوريتد الترانس وين موجوده. نيجي digestion of all three energy yielding nutrients in the small and large intestine. في large intestine بدكم تعرفوا انه في اشياء بتصير للاشياء اللي ما انهضمت، يعني في اشياء مرت عبر القناة الهضمية ما انهضمت في small intestine رح تتحول ل large intestine عشان يتخلص منها. طيب في small intestine عندنا digestive enzymes بتكون عبارة عن pancreatic juice، البنكرياس بتفرزها في السمول انتستين، عبارة عن انزيمات تساعد على هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. ايضا الاشياء اللي بتكون موجودة في السمول انتستين البايكربونات تساعد على عملية نيوتراليزيشن، معادلة الاسيد اللي بمر من المعدة للسمول انتستين عشان ما يأثرش على عمل المعدة الامعاء اسفة. The enzymes from both the intestine and pancreas work best in the environment، في البيئة المتعادلة اللي بتصير بوسط البنكرياس. البايل اللي بيتم إفرازها من الليفر وبتتخزن في الجال بلادر، في العصارة اللي هي العصارة الصفراء، هذه بتدخل للديدنوم عشان تكسر الفات، يعني نهاية الفات بتكون في الديدنوم بوسط إفراز البايل اللي بتعمل على عملية تكسير الدهون والتخلص منها، بتعملها كسسبنشن في الوتر. بعد الإمالسيفيكيشن الإنزيمات بتقدر تعمل عملية absorption للدهون. طبعا اللي بتحكم في معدل الدايجيشن وفعالية الدايجيشن هي محتوى الوجبة، يعني إذا كثرت دهون بتطول، وبالتالي هذا الإشي راح يأثر في فعالية الهضم. Three energy yielding nutrients are this simple to basic building blocks before they are absorbed most. الفايبرز اللي ما بتم هضمها بتدخل لللارج انتستين، وبالتالي القولون رح يعمل على عملية تخلص من هذه المكونات، رح نتعرف عليها أكثر. هذه الرسومات فقط توضيحية عشان تكمل بس عملية الدايجيشن والابزوربشن للعناصر الغذائية، رح تلاقوا كثير في أشياء موجودة في الصور حكيناها. ويعطيكم ألف